بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة، أهلا وسهلا بكم مجددا في المحاضرة السادسة اللي هنبدأ فيها إن شاء الله. نتكلم عن باب جديد بعد ما انتهينا من الباب الأول اللي كان تحت عنوان التفريغ، وناقشنا فيه جميع القضايا المتعلقة بعملية التفريغ، من ايه هي عملية التفريغ، مقومات التفريغ، الطرق المختلفة لعملية التفريغ، والتطور الجنيني والعوامل اللي بتأثر عليه، وايه هي اهم العوامل اللي بتأثر على عملية الفأس ونسبة الفأس والتفريغ. وفي النهاية خالص تناولنا في هذا الباب اهم المشاكل اللي ممكن تقابلنا اثناء تفريغ بيض الدواجن، وازاي نتغلب على هذه العقبات او هذه المشاكل. إنما النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ مع الفصل الثاني اللي تحت عنوان مساكن الدواجن أو البولتري هاوسز، وهنبدأ نتكلم في الباب ده عن عمليات مهمة جدا تخص أي منتج هيهتم بعملية إنتاج الدواجن، سواء كان إنتاج دجاج التسمين أو دجاج البياض، الأمهات، الجدود، اللي هيربي السمان، الحمام، البط، الوز، الطيور الداجنة اللي أنا هربيها دي أكيد لازم يكون لها مسكن أو بيئة خاصة هربيها فيها. هنبدأ إن شاء الله في هذا الباب نتكلم على مساكن الدواجن وعن الاشتراطات والمتطلبات العامة لإنشاء مزارع الدواجن، وإزاي نبدأ نوفر المقومات البيئية المختلفة من حرارة، رطوبة، تهوية، تبريد جوه مساكن الدواجن علشان نوفر الظروف المثلى للعملية الإنتاجية. بداية سيادتك، وإنت جاي محاضرة النهاردة عمال بتفكر وعندك شوية توقعات، التوقعات اللي عندك يا ترى النهاردة انا هسمع ايه فيما يخص مساكن الدواجن؟ وفي ناس تانية تقول لي مساكن دواجن يعني البيت اللي الفراخ هتنام فيه او هتقعد فيه او تمارس حياتها فيه. في حد تاني هيقول لي مسكن الدواجن ده بيشمل الادوات والمعدات اللي انا بوفر بيها التغذية والمية والتدفئة وغيره من المقومات اللي انا محتاجها لعملية الانتاج. بنرد على هذا السؤال وبنقول ان النهاردة ان شاء الله لما نيجي نتكلم في مساكن الدواجن هكلمك عن حاجات كتير جدا تشتمل على الاشتراطات والمتطلبات العامة لإنشاء مزارع الدواجن، من حيث الموقع الجغرافي، نوع الأرضية، من حيث مسافات العزل، إلى غيره من العمليات أو الاشتراطات العامة لإنشاء مزارع الدواجن. هكلمك كمان على أنواع مساكن الدواجن، سواء كانت مساكن مفتوحة أو مساكن مغلقة، وهنعرفها في حين يعني ايه مساكن مفتوحة ومساكن مغلقة. هكلمك برضو ان شاء الله على نظم انشاء مزارع الدواجن، كانت سواء كانت البيوت سابقة للتجهيز او المباني التقليدية اللي احنا بنستخدمها في العنابر المفتوحة. هكلمك ازاي اعزل مساكن الدواجن على العوامل البيئية الخارجية، واعرفك يعني ايه معامل عزل ويعني ايه تسرب حراري علشان اقدر اتحكم في المقومات البيئية اللي داخل المزرعة واحافظ على الطيور بتاعتي. هكلمك كمان في هذا الباب ازاي اوفر معدلات التهوية ومعدلات التدفئة اللازمة داخل عنابر الدواجن علشان اتحكم في العملية الانتاجية واضمن الحصول على اعلى كفاءة انتاجية ممكن. طيب، هو احنا ليه بنهتم بمساكن الدواجن؟ لما نيجي مع بعض كده نقارن مع بعضنا تكلفة انتاج وحدة واحدة من البروتين الحيواني، سواء كان المنتج من الابقار او الحليب او اللبن او لحم دجاج التسمين او البيض المنتج من دجاج البياض. لما نيجي نبص لدجاج التسمين والدجاج البياض هلاقوهم بيتربعوا على عرش المملكة الحيوانية، ان هما بيوفروا لنا بروتين حيواني ذات قيمة بيولوجية عالية جدا. الوحدة الواحدة من البروتين الحيواني الناتج من البيض تعتبر اعلى كفاءة انتاجية مقارنة باللبن، مقارنة ب البروتين المنتج من عجول التسمين. يليها مباشرة الوحدة الواحدة المنتجة من دجاج التسمين او اللي احنا بنقول عليها الدواجن البيضاء. بعد كده بيأتي مباشرة بعدها اللبن، ويأتي في النهاية خالص اللحوم الحمراء. وعلشان اللحوم البيضاء والبروتين الحيواني المنتج من بيض الدواجن بيمثل جزء كبير لا يستهان به في سد الفجوة من البروتين الحيواني اللازم لتغذية الإنسان، كان لزاما علينا ان احنا نهتم بعملية تربية دجاج التسمين والدجاج البياض علشان نقدر نغطي جزء كبير جدا من الاحتياجات من البروتين الحيواني اللازم لغذاء الانسان. طيب، الدواجن لها طبيعة خاصة مقارنة بتربية الحيوانات المزرعية الاخرى من الابقار وجاموس واغنام ومعز.
الابقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال تقدر بسهوله جدا ان هي تتاقلم مع الظروف البيئيه. والحاجه التانية حجمها كبير، فما بقدرش اربي اعداد كبيره جدا جوه المزرعه او جوه المسكن بتاعها، على عكس الطيور الداجنه بنلاحظ ان هي بتتاثر بالظروف البيئيه من حراره ورطوبه بسرعه جدا، بتاثر قوي. وفي نفس الوقت احنا بنربيها بكثافات عدديه كبيره، وعلشان بنربيها بكثافات عدديه كبيره وعايزين نتحكم في الظروف البيئيه عشان ما يحصلهاش اي مشكله او ضروب اثناء العمليه الانتاجيه، لابد من الاهتمام بمساكن الطيور الداجنه. المسكن او المزرعه سواء كان عنبر مفتوح او عنبر مغلق لابد ان انا اهتم بيه اهتمام اكبر مما بهتم في حاله الحيوانات المزرعيه اللارج انيمال او المقترات، ابقار جاموس او اغنام او ماعز الى اخره. وزي اللي احنا لسه قايلين دلوقتي ان تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من البروتين الحيواني المنتج من دجاج التسمين او المنتج من البيض بتكون منخفضة مقارنة بغيرها من الحيوانات المزرعية الاخرى. ده مش كده بس، كمان لو جيت ابص للفيد كونفرشن ريشيو او الكفاءة التحويلية اللي هي عبارة عن كمية العلف المستهلكة لانتاج وحدة واحدة من اللحم، هنلاحظ ان عندنا الطيور الداجنة تعتبر من أفضل الحيوانات في الكفاءة التحويلية، حيث أنها تتميز بكفاءة تحويلية منخفضة. الطيور الداجنة في دجاج التسمين بتستهلك تقريبا ما يعادل 1.65 كيلو جرام من العلف لإنتاج وحدة واحدة من اللحم أو كيلو جرام من اللحم، وده لو قارنته بغيرها من الحيوانات المزرعية زي الأبقار أو الجاموس أو الماعز أو الأغنام أو في حالة الخنازير في الدول الأوروبية أو إنتاج الأسماك بأنواعها المختلفة، هنلاحظ إن الطيور الداجنة بتتميز على غيرها من الحيوانات المزرعية. بالإضافة إلى إن دورة حياة الطيور الداجنة بتكون سريعة جدا، الدجاجة بتوصل لعمر النضج الجنسي على عمر 22 ل 24 أسبوع، بتبدأ في وضع البيض، البيضة دي لما بحطها في مكنة التفريخ بتمكث تقريبا حوالي 21 يوم، بعد 21 يوم بتطلع لي كتكوت، الكتكوت ده لو أنا هربيه بهدف إنتاج اللحم من 35 يوم ل 42 يوم بيكون عندي كتكوت كام، بيكون عندي دجاجة كاملة سليمة ممكن أقدر إن أنا أذبحها وأتحصل منها على اللحم. لو كنت هربيها بهدف إنتاج بيض المائدة الكتكوت ده محتاج فترة تقريبا حوالي 21-22 أسبوع على ما يبدأ في وضع البيض من جديد. ده لو أنا بتكلم على دجاج التسمين، ولكن هلاحظ إن الدورة دي بتكون أسرع في حالة حاجة زي طائر داجن تاني زي السمان. السمان بيوصل لنضج الجنس على عمر حوالي 54-55 يوم، بعد 55 يوم بتكون الدجاجة قادرة على إنتاج أو السمانة قادرة على إنتاج البيض، البيضة دي بحطها في مكنة التفريخ بتمكث في حدود من 17 ل 18 يوم علشان تديني كتكوت سمان، فرخ السمان الناتج ده بقعد اغذيه لفترة حوالي 40 يوم او 45 يوم، في خلال ال 45 يوم دولت بقدر اسوقه، وبالتالي بنلاحظ ان دورة حياة الطيور الداجنة بتكون اقل بكثير جدا مما هو في حالة الحيوانات المقترة الكبيرة ابقار جاموس اغنام ماعز او مقارنة بدورة حياة الاسماك. كل الخصائص الاقتصادية اللي احنا شايفينها قدامنا ديت خلتنا نهتم بمساكن الدواجن وتربية الدجاج سواء كان دجاج تسمين او دجاج بياض. طيب نبدأ نخش كده مع بعض ونشوف ايه هي اهداف انشاء مساكن الدواجن. نيجي نبص لاهداف انشاء مساكن الدواجن، اي مسكن انا هبنيه سواء كان مسكن مفتوح او مسكن مغلق لازم يوفر لي مجموعة من الحاجات علشان يغطي الاحتياجات البيئية بتاعة الطائر. فلما نيجي نبص للطيور الداجنة هنلاحظ ان الطيور بصفة عامة صف الطيور من الحيوانات ذات الدم الحار، يعني بتقدر تتأقلم مع الظروف البيئية الخارجية، ولكن وجد ان جهاز التنظيم الحراري بتاع الدواجن في اول فترة اللي هو اول اسبوع او اول اسبوعين ما بيعملش او بيعمل بصورة بطيئة جدا، وبالتالي الطيور الداجنة ما بتقدرش تتأقلم مع درجة الحرارة الخارجية. علشان كده في أول فترة من فترات تربية الطيور الداجنة اللي هم أول أسبوعين أو ثلاثة وقد تمتد لوالي 4 أسابيع بنسمي هذه الفترة باسم فترة الحضانة، بحضن فيها الطيور بوفر لها رعاية خاصة بحيث إن أنا بدفيها درجة حرارة في حدود 34 درجة مئوية ما تزيدش عن كده، ببدأ أقللها تدريجيا لحد ما توصل لدرجة حرارة الجو الطبيعية اللي هي 22 لحد 24 درجة مئوية. وعلشان كده لو انا سبت الطيور دي في الجو الخارجي لو احنا في فصل الصيف
هتتعرض لدرجة حرارة عالية تتجاوز 30 درجة مئوية، وبالتالي هيحصل لها إجهاد حراري أو هيت ستريس، والإجهاد الحراري ده هيأثر على الكفاءة الإنتاجية، بل إنه قد يسبب النفوق بتاع الطيور وممكن تموت مني وأخسر خسائر كبيرة. في نفس الوقت هنلاحظ إن الطيور دي برضه لو أنا بربيها في العراء أو في الجو الخارجي، والجو اللي عندي كان شتاء أو برد، الطيور لو اتعرضت لدرجات حرارة أقل من 22 درجة مئوية هتبدأ تحس بالبرد، هتبدأ تتجمع على بعضها، هتبدأ تظهر الأمراض التنفسية ونزلات البرد، وفي الآخر برضه هتنفق مني ومش هحقق الكفاءة الإنتاجية المرجوة منها. علشان كده أول هدف من أهداف إنشاء مساكن الدواجن إن أنا محتاج المسكن بتاعي يوفر لي الدفء اللازم للطيور في الأوقات المختلفة من السنة. فلو أنا في فصل الشتاء والجو برد بشغل دفايات، والدفايات دي بتكون موجودة جوه العنبر، وجدران بتاع العنبر والسقف والأرضية لها معاملات عزل معينة بحيث إن هي تعزل لي المسكن بتاعي عن العوامل الخارجية البيئية اللي بره، وبالتالي توفر لي الدفء اللازم للطيور في أيام البرد الشديد. النقطة التانية زي ما قلنا من شوية إن في أثناء الجو الحار درجة الحرارة لو تجاوزت 30 درجة مئوية الطيور بيحصل لها إجهاد حراري، فأنا بربي الطيور دي وأحط لها جوه بحط جوه المسكن حاجة اسمها خلايا التبريد، حاجة تشبه التكييف مجازا كده. التكييف أو خلايا التبريد دهيت بتبدأ توفر لي درجة حرارة معتدلة في حدود 22 ل 24 درجة مئوية في حالة ما كان درجة الحرارة الخارجية بتتجاوز 30 درجة مئوية وتبدأ تأثر لي بالسلب على الطيور. يبقى المسكن هيوفر لي الدفء لو أنا في فصل الشتاء، المسكن هبدأ أبرده أو أكيفه عشان يوفر لي درجة حرارة مثلى لو أنا في الجو الحار أو في فصل الصيف. النقطة التانية المسكن ده الطيور عايشة فيه ما بتطلعش منه، بتاكل وبتشرب وبتطلع الفضلات الإخراجية بتاعتها في نفس المكان. الفضلات الإخراجية بتاعت الطيور دي اللي هي عبارة عن بقايا عمليات الهضم بالإضافة لنواتج عملية التمثيل الغذائي اللي احنا بنقول عليها البول، والبول ده بيحتوي على نسبة كبيرة جدا أمونيا. الأمونيا دي بتتراكم جوه العنبر بتاعنا، ونتيجة لتحلل الفرشة بتطلع كمية كبيرة جدا من غاز الأمونيا. غاز الأمونيا من الغازات السامة لو نسبته تجاوزت 25 جزء في المليون داخل العنبر. لأجل كده المسكن اللي أنا هعمله دوت بركب فيه شفاطات ومراوح تقليب علشان تدخل لي هواء نظيف وتسحب الهواء الفاسد او اللي بيحتوي على نسبه عاليه من ثاني اكسيد الكربون الناتج من عمليه التنفس، وبتسحب معاها كمان غاز الامونيا الناتج من تحلل الفضلات الاخراجيه وتطلعه لنا بره العنبر علشان اوفر جو صحي للطيور اثناء فتره التربيه. النقطه اللي بعد كده كمان ان الطيور بتطلع كميه كبيره من الزرق. الزرق اللي عندنا ده فيه نسبه عاليه قوي من الرطوبه. الرطوبه ديت لو تراكمت جوه العنبر وفضلت في قلب الفرشه، والفرشه دي اللي هي عباره عن التبن او النشاره اللي احنا فرشينها في الارض زي ما درسنا مع بعض في العملي، الرطوبه اللي طالعه ديت هتتراكم في قلب الفرش. نتيجه لتراكم الرطوبه والرطوبه اللي زادت عن 25% التحلل بتاع الفرشه بيكون على اشده، بتبدا تطلع تتصاعد كميه كبيره جدا من غاز الامونيا، وغاز الامونيا بيأثر على الاغشيه المخاطيه بتاعه الطائر، واول غشاء مخاطي هيقابل الامونيا الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز التنفسي فيحصل لها تلف، وبتكون فرصه الاصابه بالامراض التنفسيه زي النيوكاسل، زي مرض الاي بي او التهاب الشعب المعدي، زي مرض الاي ال تي او التهاب الشعب الهوائيه والقصبه الهوائيه. دي كلها امراض تنفسيه ممكن تصيب الطيور نتيجه لاي خلل ممكن يحصل في الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز التنفسي. ده الاكتر من كده كمان ان غاز الامونيا بيكون له احتكاك مباشر بالجفن بتاع العين او الاغشيه المخاطيه بتاعه العين، شويه شويه ممكن العمى والطائر مش هيشوف قدامه مش هيعرف ياكل ولا يشرب. ده مش كده بس، الاثار السلبيه كمان بتاعه الرطوبه ان مع زياده نسبه الرطوبه عن 25% بتؤدي الى ظهور طفيل اسمه طفيل الكوكسيديا من الطفيليات الداخليه اللي بتتطفل على القناه الهضميه بتاعه الطائر، وبتعمل تهتك للطبقه المخاطيه بتاعه القناه الهضميه، وبتبدا الدم ينزف من الخلايا المخاطيه فتبدا الايمنه تتغذى على الدم الجاهز اللي فيه العناصر الغذائيه. نتيجة لهذا النزيف الدموي بيبدأ يظهر عندنا الزرق المدمم، والزرق المدمم ده علامة من علامات الإصابة بمرض أو طفيل الكوكسيديا. نتيجة لهذا النزيف الدموي الطائر بيبدأ يكش ويخس تدريجيا وما بيظهرش عليه أي أكل بياكله. ليه؟ لأن الأكل اللي بياكله بيبدأ الأيميريا تتغذى عليه مباشرة مع الدم، وجزء كبير جدا من الدم بيحصله نزف دموي، فنلاحظ إن الطائر ما بيقدرش يستفيد من الغذاء والكفاءة الإنتاجية بتبدأ تتأثر بالسلب. وعلشان كده لازم العنبر بتاعي كمان من ضمن اهداف انشائه ان انا اقلل نسبة الرطوبة بحيث ان هي تكون في حدود
20% من 15 ل 20%، ويجب الا تتجاوز ال 25%، لان لو تجاوزت ال 25% زي ما قلنا هيبدا يظهر طفولي كوكسيديا، هيبدا يحصل تحلل الفرشه وتزداد نسبه الامونيوم. علاوه على ذلك، فان الهدف الاخير من اهداف انشاء مساجن الدواجن اللي هي توفر للقدر الكافي من الهواء النقي، زي ما احنا قلنا من شويه ان العنبر دوت بركب في قلبه مراوح، وبركب في قلبه مراوح سحب ومراوح تقليب ومراوح شفط علشان تسحب الهواء نظيف من بره، والمراوح التقليب تقلب الهواء ده في اجزاء العنبر المختلفه، ومراوح الطرد تاخد الهواء الفاسد وتطلعه لي بره عشان يحل محله بعد كده هواء نقي من جديد. وبنلاحظ ان المسكن هو والمعدات اللي انا هركبها جواه هتكون هي المسؤوله عن توفير القدر الكافي من الهواء النقي. بنضيف على الخمس اهداف دولت ان المسكن بيوفر لي بيئه امنه خاليه من المفترسات والحيوانات البريه الاخرى اللي ممكن تتغذى على الطيور او تفترس الطيور الداجنه بتاعتي بسهوله جدا، فبعمل مسكن عشان احافظ على الطيور بتاعتي من اعدائها الخارجيه او من الطيور البريه الجارحه او من الفئران والقطط والكلاب اللي ممكن تفترس هذه الطيور. النقطه اللي بعد كده هننتقل الى اغراض مزارع الدواجن. اي المزارع الدواجن لها اغراض؟ بتتعدد اغراض مزارع الدواجن على حسب الغرض من تربية الطائر الداجن. انا بربي الطائر الداجن ليه؟ شوف الهدف بتاعك يبقى هو ده غرض مزرعة الدواجن. فهيظهر عندنا اربع اغراض من مزارع الدواجن. الغرض الاولاني حاجة اسمها مزارع انتاج اللحم او مزارع التسميم. المزارع دي بيكون الهدف منها ان انا بربي جواها كتاكيد بتسمى بدارة التسمين. بدارة التسمين دي بتتميز بمعدل النمو السريع لان عندها مجموعة من الجينات والعوامل الوراثية المسؤولة عن زيادة معدل النمو في اقل فترة ممكنة باقل تكلفة علف ممكنة او بكفاءة تحويلية مميزة يعني، وبتبدأ تديني انتاج لحم في خلال فترة من 35 الى 42 يوم في حالة دجاج التسمين، او توصل لحوالي 55 يوم من 45 ل 55 يوم في حالة السمان. في حالة الطيور المائية البط والوز بتختلف على حسب نوع الطائر اللي انا بربيه، ما بتقلش عن شهرين في حالة البط البكينة او البط المسكوفي او في حالة البط البغال، وقد تزداد الى ذلك في حالة الاوز. النوع الثاني من اغراض مزارع الدواجن الا وهي مزارع انتاج بيض المائدة، البيض اللي احنا بنستهلكه وبناكله او اللي بيخش في عمليات الصناعات الغذائية. المزارع دي بربي فيها الدجاجات فقط او الاناث فقط بهدف انتاج البيض المائده اللي احنا بنستهلكه في عمليه التغذيه للانسان. المزارع دي هتختلف عن مزارع انتاج اللحم في عده امور. مزارع انتاج اللحم ممكن اربي على الارض، انما مزارع انتاج بيض المائده ممكن اربي على الارض وممكن اربي ببطاريات، وان كان في مزارع انتاج اللحوم في ناس بتربي على البطاريات ولكن لا يحبذ ذلك. في مزارع انتاج اللحم انا بربي الطيور لمده من 35 ل 42 يوم، وبعد كده بتخلص من الطيور بتاعتي ديت وببيعها للمستهلك. انما مزارع انتاج البيض انا بربي الطيور فتره حوالي 22 اسبوع على ما تبدا تبشر بانتاج البيض، وبتقعد عندي مستمره لحد عمر 64 اسبوع او ما يعادل سنه ونص. وبعض المنتجين بيلجا ان ممكن يخش في دوره انتاج تانية عن طريق عمليه اسمها عمليه القلش الاجباري او الاضطراري اللي احنا درسناها مع بعض في اساسيات الانتاج الحيواني والدواجن في الفرقه الاولى. كنا اتكلمنا عن عمليه القرش وقلنا ان القلش له انواع، القلش الدوري اللي بيتم بصوره طبيعيه، وقلنا عندنا في حاجه اسمها القلش الاجباري او القلش الاضطراري، وده المنتج بيعمله بالذات صغار المربين، بيدخل الدجاجه في طور اسمه القلش الاجباري عن طريق اضافه بعض العوامل او الهرمونات او العناصر المعدنيه الخاصه للعلايه. بتبدا الفرخه تسقط الريش بتاعها، وبعد ما تسقط الريش تبدا تكونه فتره خلال من شهر لشهر ونص، بعد ما بتكون الريش بتاعها تخش في موسم انتاج بيض تاني. ده في بعض الاحيان يعني ممكن الدوره تتجاوز ال 64 اسبوع لو دخل في طور قلش وموسم انتاج بيض تاني. بتختلف مزارع انتاج بيض المائده زي ما بقول ان الطيور بتمكث في قلب المزرعه فتره طويله جدا. طب الزرق اللي طالع منها ده هيروح فين؟ فلاجل كده مزارع انتاج بيض المائده بيضطروا في بعض الاحيان ان هم يربوا على في البطاريات علشان الزرق اللي نازل يتجمع في حاجه اسمها احواض تجميع الزرق. انما عندنا في مزارع انتاج اللحم ما عندناش حاجه اسمها احواض تجميع الزرق زي ما درسته في العمل.
في مزارع انتاج بيض المائده انا بربي دجاج البياض. الدجاج البياض بطبيعته بيحب الميل للرقاد او البياض في الاماكن المرتفعه، فممكن احط لهم المجاسم. اما في مزارع انتاج اللحم مش محتاج عندي المجاسم. لاجل كده هنلاحظ ان في اختلاف نوعيا ما بين انتاج مزارع انتاج اللحم ومزارع انتاج بيض المائده. الغرض الثالث حاجه اسمها مزارع انتاج بيض التفريغ. ما بتفرقش كتير عن مزارع انتاج بيض المائده الا في حاجه واحده تقريبا، الا وهي وجود الذكور. في حاله مزارع انتاج بيض المائده انا بربي الدجاجات فقط بهدف انتاج بيض غير مخصب بيخش في تغذيه الانسان او في الصناعات الغذائيه. انما مزارع انتاج بيض التفريخ انا بربي فيها كل من الديوك والدجاجات بنسبه جنسيه في حدود 1:8 او 1:10، ذكر لكل 8 اناث او ذكر لكل 10 اناث باختلاف موسم التربيه والسلاله والوزن بتاعها وعوامل اخرى. بس في البدايه بربي الديوك في مزرعه خاصه والدجاجات في مزرعه اخرى، وعند عمر 18 ل 19 اسبوع ببدا انقل الديوك من مزارعها وبنقلها الى الدجاجات بالنسبه الجنسيه الموصى بيها عشان تتم عمليه التزاوج وتحصل منها بعد كده ان شاء الله على عمر 23 اسبوع على بيض مخصب. البيض المخصب ده هو بناخده وندخله مكنه التفريخ علشان يفقس بعد كده ويطلع لنا الكتاكيت بتاعتنا اللي قد تكون كتاكيت توجه لعمليه التسمين انتاج اللحم، وقد تكون كتاكيت توجه لعمليه انتاج البيض على حسب الام اللي انا ربيتها عندي في مزارع بيض التفريغ. دي بيقولوا عليها مزارع الامهات او مزارع الجدود. مزارع الجدود او الامهات دي مخصصه في انتاج بيض التفريغ، فعلى حسب الجدود اللي عندي او الامهات اللي عندي، لو كانت امهات دجاج تسمين يبقى الكتكوت اللي هينتج من البيضه هيوجه لانتاج اللحم، انما لو كانت جدود او امهات تفريخ يبقى الكتكوت الناتج هيوجه الى انتاج البيض. النوع الاخراني من اغراض مزارع الدواجن حاجه اسمها مزارع التربيه. ومزارع التربيه دي هي المهتمه بعمليه التحسين الوراثي او برامج التربيه. زي ما درسنا قبل كده في الفرقه الثانيه مكرر رعايه وتربيه حيوان، كنا بنقول ان عملية الرعاية او عملية التربية الهدف الاسمى منها هي تحسين الكفاءة الانتاجية، وقلنا ان احنا ممكن نحسن الكفاءة الانتاجية دي بسبيلين اتنين. السبيل الاول اللي انا ممكن اتبعه الا وهي التحكم في العوامل البيئية، ان انا احسن درجة الحرارة المحيطة بالطائر، احسن الرطوبة، احسن التهوية، احسن التغذية واكله اكل كويس، اربيه في عنبر مغلق يوفر له كل الظروف البيئية. لو انا قدرت احسن الانتاج عن طريق التحكم في العوامل البيئيه اطلق عليها عمليه رعايه. انما لو انا قمت جايب سلاله سين وهجنتها مع سلاله صاد والسلالتين دولت كانوا متباعدين وراثيا او من اصول مختلفه، هيبداوا يدينا حاجه اسمها قوه هجين او هتروزس زي ما احنا درسنا قبل كده. وقوه الهجين معناها ان الفرد الناتج الجديد يتفوق على كلا ابويه في العديد من الصفات. لو انا حسنت الكفاءه الانتاجيه بتاعتي عن طريق التحكم في العوامل الوراثيه او ببرامج التحسين الوراثي، العمليه دي اسمها عمليه التربيه، ودي بتتم في مزارع خاصه هدفها ليس انتاج اللحم ولا انتاج البيض ولا اي حاجه، لا بيكون هدفها الاساسي هو انتاج السلالات. بجيب اصل سين مع اصل صاد اهجنهم مع بعض يديني الاصل سين صاد، الاصل سين صاد دهوت او الجد سين صاد ممكن اهجنه بعد كده مع اصل تاني الف ب يديني الف ب سين صاد، وهكذا بتتم الدوره بهدف انتاج سلاله محسنه وراثيا تديني انتاج عالي من اللحم او تديني انتاج عالي من البيض او احسن فيها نسبه الخصوبه او ابكر عمر النضج الجنسي الى اخره. لو انا عايز احسن الكفاءه الانتاجيه عن طريق العوامل الوراثيه او ادخل الوراثه نظم التهجين اطلق عليها برامج التربيه، ودي بتتم في مزارع خاصه اسمها مزارع التربيه. الاربع اغراض اللي قدام حضراتكم دولت سواء كان مزارع انتاج اللحم او كان مزارع انتاج بيض المائده او كان مزارع انتاج بيض التفريخ او مزارع التربيه، ده عباره عن الاغراض المختلفه من اغراض مزارع الدواجن. ننتقل بعد كده الى النقطه التاليه الا وهي الاشتراطات والمتطلبات العامه لانشاء مزارع الدواجن. عندنا مجموعه من الاشتراطات اللي لازم اوفرها عندي في المزرعه علشان اضمن الاستمراريه والنجاح بتاع المشروع. هذه الاشتراطات تتمثل فيما يلي: موقع المزرعة، نوع الأرضية، أهداف المزرعة، مسافات العزل، حماية المزرعة، طرق المزرعة، توزيع المساكن بالنسبة لبعضها البعض، التوسع المنتظر، مباني المزرعة، والمسطحات الخضراء.
تعالوا نتكلم مع بعضنا كده على النقطة الأولانية، ألا وهي موقع المزرعة. اختيار موقع المزرعة ده هو ومدى ملائمته بيعتبر من أهم العوامل الأساسية، ده ومش الأساسية بس والضرورية، اللي بتحدد وتسهل إنشاء المشروع، وبتحافظ لي على استمراريته ونجاحه، وبتقلل لي كمان من تكاليف الإنشاء، بس بشرط لازم تتوفر فيه مجموعة الاشتراطات التالية. فموقع المزرعة لو أنا وفرت فيه مجموعة من الاشتراطات اللي هنقولها بعد شوية، هتنجح لي المشروع وهتسهل لي إنشاء المزرعة وتحافظ لي على استمرارية المشروع بتاعي وتقلل لي من التكاليف. طب إيه هي أهم الاشتراطات والعوامل اللي لازم أراعيها في موقع المزرعة؟ لازم يكون موقع المزرعة بتاعي موجود في منطقة معزولة، وهنتكلم بعد شوية عن إيه معزولة لما أجي أتكلم على مسافات العزل. لازم يكون الموقع في منطقة معزولة وبعيدة عن المشاريع الأخرى الخاصة بتربية الدواجن ومصادر العدوى أو الأمراض، بمسافة كافية تحول دون انتقال الأمراض وتحقق لحاجة اسمها الأمن الحيوي للمشروع أو البايو سيكيورتي أو الهيجين. يبقى لازم المزرعة بتاعتي تكون معزولة موجودة في مكان بعيد، والمكان ده هو يبعد عن مزارع الدواجن بمسافات أو المشاريع الإنتاج الحيواني الأخرى بمسافات هنعرفها بعد شوية، بحيث إن هي المسافات دهيت تحول دون انتقال الأمراض والمسببات المرضية المختلفة مما يحقق للمشروع ما يعرف باسم الأمن الحيوي أو البايو سيكيورتي. النقطة الثانية في موقع المزرعة، لازم إنه يكون قريب من مراكز التسويق والاستهلاك أو المدن الكبرى، يعني ما أروحش أعمل المزرعة في منطقة نائية بعيدة جدا عن مراكز التسويق، مضطر أجيب عربية والعربية تنقل وتروح تسوق، وأثناء عملية النقل ممكن يحصل عندي خسائر ما أناش عارف هي إيه، ده ممكن يطلع على المنطقة تكون بعيدة يطلع عليا لصوص يسرقوا مني المنتج بتاعي. علاوة ان لو المزرعة بعيدة عن اماكن التسويق وهنفترض ان الظروف امنة وانا نقلت البيض ومفيش عندي خسائر، شوف تكلفة النقل هتكون قد ايه. لاجل كده بقول لازم يكون موقع المزرعة قريب من مراكز التسويق والاستهلاك او المدن الكبرى عشان ما اضيفش تكلفة اضافية بتاعة التسويق تكون عالية على المنتج. برضو موقع المزرعة لازم يتوفر فيه مجموعة من الشروط، زي ان المشروع يكون متوافق مع المخططات العمرانية طبقا للقوانين المنظمة للمنطقة، ولازم يكون المشروع ده هو خارج نطاق هذه المخططات. بمعنى النهاردة لو افترضنا ان الدولة النهاردة بتقول هنيجي في منطقة اللسات في طنطا وهنعمل فيها مجمع سكني للطبقات الرقية، وعندنا واحد بيفكر ان هو يروح في منطقة الاستاد وعايز يعمل مزرعة دواجن، لا ما ينفعش، لازم تشوف المخططات العمرانية بتاعت الدولة، والدولة بتقول ان المنطقة دي تكون خالية من المزارع او مشاريع الانتاج الحيواني، فما ينفعش اكون قريب منها ولا جنبها ابعد عنها. والدولة بالفعل في الفترة الحالية بتبدأ في هذه المواضيع، وبتبدأ تخصص اماكن خاصة بمشاريع الانتاج الحيواني والداجيني. فعلى سبيل المثال النهاردة الدولة كانت طلعت بعض القوانين علشان تخصص منطقة غرب المنيا عشان تكون منطقة مخصصة لمشاريع الانتاج الحيواني، هي ومنطقة توشكا، لان المناطق دي هيبقى صعب قوي ان يكون فيها مجمعات او مخططات عمرانية سكنية بعد كده. فالدولة قالت لا نطلع مشاريع الانتاج الحيواني والداجيني تكون في هذه المناطق علشان نضمن ان هي تكون بعيدة عن الانسان وما تنقلش ليه اي عدوى فيما بعد. لازم موقع المزرعة كمان رقم 4، لازم يكون قريب من الطرق الرئيسية، ما يكونش المزرعة كلها عشان اوصل للمزرعة كلها مدقات جبلية او صحراوية، العربية ممكن تغرز مني لو انا عندي امطار، الامطار تعوق عملية الحركة والتنقلات، فلازم يكون قريب من الطرق الرئيسية. مش كده بس، كمان لازم يكون موقع المزرعة بتاعي قريب من مصادر توليد العلف والكتاكيت. انا هجيب الكتاكيت دلوقتي اربيها، والمعمل التفريخي اللي هيجيب لي الكتاكيت بعيد جدا عني، فده هيضيف لي تكلفة اضافية على الانتاج. برضو العلف، لو العلف بعيد وما عنديش طرق رئيسية وانا بعيد عن مصادر توليد العلف، فهضطر اجيب عربية، والعربية دي هتكلفني كتير جدا، فهتضيف لي برضو تكلفة، عبء تكلفة زيادة على تكلفة الوحدة الانتاجية. لازم يكون المزرعة بتاعتي الموقع بتاعها يكون قريب من مصادر المياه والكهرباء. فعندنا المزرعة لو كانت بعيدة عن مناطق توريد الكهرباء، هضطر ان انا هجيب ديزل. طب الديزل ده هشغله يوم 2 ساعة، ايه هفضل مشغله متواصل؟ اكيد الديزل ده هيعطل منه او هيبوظ. فلازم يكون قريب من مناطق نقل الكهرباء سواء كان الضغط العالي او الخطوط العادية. برضو قلنا لازم يكون قريب من مصادر المياه، لان لو ما عنديش مكان مصدر ماء مستمر هضطر ان انا ادق الابار. طيب الابار بتاعتي دي ايش ضمن ان المياه هتكون صالحة للاستهلاك؟
الملوحة بتاعتها منخفضة، تلائم احتياجات الطيور، ممكن تكون الملوحة عالية وتسبب لي مشاكل فيما بعد، او هضطر ان انا اعمل محطات خاصة لتحلية المياه ديت، زي بعض الدول اللي بتركب محطات تحلية مياه في حالة مياه البحار وعدم توفر المياه العذبة. وده طبعا هيضيف لي تكلفة او عبء تكلفة اضافي على تكلفة انتاج الوحدة الحيوانية. لازم يكون الموقع بتاع المزرعة قريب من الجو المعتدل، وتكون منطقة جافة، ما تكونش منطقة رطبة، لأن الرطوبة الجوية العالية هتسبب لي تراكم الرطوبة داخل المسكن.